السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جرمين المحلاوي. زي ما انتوا بتحبوا مني الحلويات والكيكات والترت، وده لاحظته من تعليقاتكم. النهاردة جايبة لكم حاجة حلوة قوي، شكلها قمر قمر قمر. هنعمل النهاردة كيكة الجيلي بطريقة حلوة جدا، كيكة بدون كيكة زي ما انتوا شايفين، حاجة كده مبهرة جدا لقدام ضيوفك. الوردات الحلوة دي هسيب لكم الطريقة بتاعتها، انا عملتها ازاي في شاشة النهاية، ودي كمان طريقة تقديمها. بليز بقى بتالي الحلى الجميل ده اكيد يستاهل لايك 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 للفيديو. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل التكات. سلام. اول حاجة في المقادير اللي معايا كوبايتين مية، ومعايا 2 باكوين جيلي. انا بحب استخدم جيلي دريم اللي هو بطعم الاناناس، ومعايا 4 معالق سكر. هبتدي افضي محتويات الكيس بتاعت الجيلي في مية ساعة، وبعد كده هاخدهم على البوتاجاز. بمجرد ما الجيلي يدوب مع السكر، ضروري ان انت تدوبيه الجيلي مع السكر قبل ما تحطيه على النار عشان ما يعملش اي تكتلات. بمجرد ما يدوب تماما على النار ويغلي، هبتدي بقى احضر الفواكه اللي معايا. انا معايا موز مقطع وفراولة وبرتقان وتفاح، وتقدري تستخدمي اي نوع فاكهة متوفرة عندك حتى لو صنف واحد بس يفضل ان احنا نستخدم كذا نوع علشان تدي شكل وطعم وقيمة غذائية عالية. هبتدي بقى انا هجرب لكم في الاطباق اللي هي بتبقى متوفرة في كل بيت، وهجرب لكم كمان في الصينية عشان اوريكم الشكل هنا وهنا. لو متوفر عندك الصينية بيدي طعم حلو وشكل جدا، بس ضروري جدا ان انت تتاكل في نفس اليوم، او يعني تقعد يوم واحد بس في التلاجة. يعني يوم ما تعمليها في الصينية تعمليها وانتوا عيلة كبيرة ما شاء الله هتاكلها في نفس اليوم. بعد ما انا وزعت الفواكه في نص الصينية او تلتينها، هبتدي اغطيها بالجيلي، ونفس الموضوع في الاطباق. الموضوع سهل جدا. هسيب الجيلي بقى في التلاجة لمدة مثلا 3-4 ساعات حسب نوع التلاجة عندك. هجيب بقى موزتين وهبتدي اهرسهم كويس جدا، مش عايزك تضربيهم في الخلاط. الموز بيتهرس بالشوكة بطريقة سهلة جدا، هقول لكم ليه. كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا كل التكات بتاعة الكيك اللي احنا هنعملها، او صينية الجيلي الجميلة اللي احنا هنعملها كيك بدون كيك. بعد ما هرست الموزتين، هي موزتين بس اللي انا محتاجاهم، انا دلوقتي هبتدي اجيب معلقة جيلاتين كبيرة ومعاها مثلا 4 معالق مية، وبعد كده هعمل لهم حمام مائي. ان انا هحطها في كوباية في طبق مية بتغلي، هتلاقي الجيلي ساح معاكي على طول. الجيلاتين انا معلقة هتلاقي الجيلاتين ساح معاكي على طول. ده كريم شانتيه اللي انا كنت وريتكم الطريقة بتاعته قد ايه متماسك وجميل، هستخدمه النهاردة في الحشوة بتاعت صينية الجيلي الجميلة اللي احنا هنعملها. انا ضفت على الكريم شانتيه الموز، هيدي نكهة بنت اللذينة جبارة. وبعد كده لما يكون الجيلاتين انا دوبته في الحمام المائي، هبتدي اضيفهم عليه علشان انا عايزة القوام يبقى متماسك ويجمد معانا شوية. مش قادرة اوصف لكم الخلطة دي طعمها قد ايه رائع. بس كده انا حطيت بقى الجيلاتين على الكريم شانتيه مع الموز، هقلبهم بسرعة بسرعة جدا علشان طبعا الكريم شانتيه شوية سائع والجيلاتين هيجمد بسرعة، فانت ضروري جدا ان انت تقلبي بسرعة جدا الخليط كله مع بعض. جربوا الحلى الجميل ده، وبجد بجد بجد هتبهروا كل اللي هياكله سواء بالشكل او بالطعم. هبتدي بقى اديلهم ضربه كده للكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي. انا بقى عندي الجيلي خلاص جمد وبقى متماسك، هبتدي احشي بقى الطبقه اللي من تحت بالخليط بتاع الكريم شانتيه بالموز بالجيلاتين، وهحطه في الثلاجه مش اقل من 8 ساعات. انا سبته تقريبا يوم كامل، وزي ما قلت لك لو هتعمليه في الصينيه ضروري جدا علشان حجمها ما شاء الله كبير، ضروري ان انت تعمليه ان هي هتتاكل في نفس اليوم، بتبقى احسن وبيبقى طعمها افضل. لان انت لو حطيتي لما هتقلبيها وتحطي الجيلي في التلاجة ممكن يوم او يومين، هي اساسا من جمالها وحلاوتها ما بتقعدش اساسا. بس عشان لو انتوا عدد الافراد الاسره صغير، افضل ان انت تعملي في الاطباق. عشان كده انا عملت لكم الحلى الجميل ده في الاطباق وفي الصينيه.
فزي ما قلت لك ضروري ان انتوا تكونوا هتاكلوها في نفس اليوم، عشان ممكن الجيلي ينزل شويه سوائل على الكريم شانتيه لو قعد كتير في التلاجة. زي ما انتوا شايفين هجيب اي فوطه وهبتدي اضرب الصينيه بالشكل ده، وباي حاجه متوفره عندك تساوي السطح، عشان عايزين السطح بتاع الكريم شانتيه يكون متساوي ونشيل كل الزيادات اللي فوق الوش. تقدري تعملي كده بسكينه كبيره، يعني اي حاجه عندك تقدري ان انت تسوي بيها السطح كده على قد ما تقدري. بس كده انا اتاكدت خلاص ان السطح اتساوى تماما. هبتدي امسح الحروف بقى بمناديل علشان اشيل الزيادات واحطها في الفريزر، سواء الصينيه او سواء الاطباق. بس كده انا خلصت الصينيه، هعمل نفس الموضوع في الاطباق وهبتدي احشي طبقه الكريم شانتيه واساوي السطح كويس جدا. عشان في تركيه مهمه جدا، علشان لما تيجي تفضي الجيلي من الاطباق بعد ما تجمد وتخرجيها من الفريزر هتعملي ايه؟ هتجيبي حاجه كبيره، صينيه، طبق، اي حاجه غويطه كده فيها شويه ميه دافيه مش سخنه قوي، 30 ثانية ويمكن أقل هتغطسي فيها، بس ما تغرقش، توصل لطبقة الكريم شانتيه، يعني توصل لتلتين الطبق من بره. هتحطيها الأطباق الجيلي بعد ما تخرج من الفريزر في المية السخنة، هتفك معاكي وتطلع بالشكل الرائع ده، تحفة تحفة، قمر قمر. الصواني قمر والأطباق قمر. فكرة الوردات اللي أنا عاملاها من الفراولة هسيب لكم ان شاء الله في شاشة النهاية طريقة الوردة من الفراولة اللي انا عملتها. يا رب النهاردة طريقتي تكون عجبتكم، وبجد جربوا الحلى الحلو ده هيعجبكم جدا، قد ايه شكله مبهر، قد ايه شكله مشرف قدام ضيوفك ومليان فواكه وطعمه اقسم بالله مش قادرة اوصف لكم، وهتاكلوا صوابعكم ورا. حاجة جديدة وفكرة جديدة. يسعدني بقى اشتراككم بالقناة مع تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد وكل حاجة بقدمها. وان شاء الله اذا حابين تشوفوا كل اللي انا قدمته لكم من اصناف الحلويات والكيكات والطرط وكل حاجة هتلاقوها فوق في قوائم التشغيل في القائمة الخاصة بالحلويات، فيها كل الاصناف متجمعة مع بعض. يا رب النهاردة اكون افدتكم ومشاهدة ممتعة. اشوفكم على خير في وصفة جديدة من قناتي انا جرمين المحلاوي. سلام.